كانت عندك تجربة في الفرق في الفئات السنية في الشبان في ترجي، وكنت دربت حتى محمد علي برمضان، ظهر لي واحد من أحسن اللاعبين اليوم في تونس بالحسن، قلت لي عندك حدد ما يعرفهم حد، ظهر لي على محمد علي. اي محمد علي برمضان من اللاعبين من الملاعبيه اللي من اللي صغير ريت اللي عمل فيه توا سينيور بون، مش بالضبط من النوعيه هذيك عمل فيها، هو ما عندوش الجباريه هذيك فهمت بون. انا وقت اللي جيت لقيته ارير جوش فهمت، ارير جوش كان ارير جوش كان عملت لهم تقسيم باش نشوفهم فهمت، شفتوا ياخذ الكره بسيقه اليمين ويدخل بها الوسط، في بالي هو الدروا يلعب في ارير جوش فهمت، قلت له يا اخي انت درواتي هما حاطيني كارير جوش، يا اخي انت ري دروا مش ري جوش، قال لي مسيو راني نلعب في الوسط. اي من بعد حطيته من بعد فهمت، بديت نغزر منه ومنه انا وامين بن عمر الله يذكره بالخير في قطر، رجعني لبلاصتو حطينا في بلاصتو انطلق على روحه طفل خدام من اللي صغير عنده فولونتي. هذا من العباد اللي ساهمت، هو بيدو بعث لك السلام توا قال يحبك برشا برامو. لا من الملعبية شوف الطرفة هذه مرة جمعة جات جمعة ماتش الكلوب لعبوا كذا كلوب، الكلوب 99 اللي فيها اسكندر توا فيها الزمزمي اسكندر العبيدي ومحل الزمزمي. الكاتيجوري هذيك كان تربح ال 99 نتاعنا تربحها زوز في اللالي وزوز في الروتور تربحها، معناتها تربحها لي روتور اكاديمي وقت اليوم اكاديمي ديما تربحها فهمت. العام هذاك الماتش اللي باش نبداو فيه انا وامين بن عمر نلعبوا في بارك كلو، ومحمد علي جمعه كامله ما ترناش، يعني في الجمعه اللي بعدها باش نلعبوا فيها كوتر كلوب ترينا نهارين برك، جيت ترينا نهارين قلت له صافا لاباس، قال لي جاوي به، قلت له معناتها القريب ما عادش ماثر فيك لحد شيء، ترينا معايا شفته لاباس، شفته مش كي العاده ما رجع فهمت. لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخي. معايا امين بن عمر قال لي بالحسن ضرب 8 ايام ولا قداش ما يلعبش ما ترانيش، كيفاش نلعبوا ديربي وهو خاطر هي الكلوب 99 الكاتيجوري هذيك الناتيف هذيك قويه فهمت، عندها ايكيب باهيه. قلت له ليه باش يلعب يلزم يلعب، قال لي ودي قلت له هو مريض هكاك خير من اللي عندك الكل والله نذكرك كيما تو كان بارز من صغير معناها اي ما فماش الجباريه هذيك راه كان ظريف راه. انت تعرفوا اكثر نستناو منه حاجات اخرين في المستقبل، مازال تشوف مازال بقدرة ربي. شوف سي ان تيب ترافايور انجاجمون فيزيك ما يحسبش جم اخلاق كبيره اي طب واحد اخر في عمره هو طو اللي عايشه هو غرور واحد صحيح في ساعه تربي صبح وحاضر واحد ان شاء الله يكمل ان شاء الله يكمل ربي يحفظ ربي هو باش يكمل بقدره ربي باش يمشي لبعيد ان شاء الله، خاطر علاش هذاك معناتها مش طوا عملوا هو ملي صغير عايش طول ملي صغير معناتها دار بارمي لي ميور ينجم ينجح في اوروبا ينجم وديجا عنده دي زوفر ان شاء الله نشوفوه، اما هو قال ما نخرج الا من الشامبيونز ليغ ان شاء الله تكون هذه ان شاء الله يا رب.